الشكل توضح منزل الشيخ عبد الله وكيف اتجهت المجاميع الموجودة في المنزل للسيطرة على مباني حكومية وزارة الصناعة وأيضا منزل الشيخ عبد الله أمامنا والمباني المحيطة من المباني الحكومية تم الاستيلاء عليها والاعتداء عليها ونهب أيضا ممتلكاتها لسبب لم نعرفه حتى الآن. يمكن هذه الهيئة العامة للتأمينات وكما أيضا حذرنا قبل أيام ونوهنا بأن هناك ملف نعم وكالة الأنباء اليمنية سبا أيضا تم قصفها وتخريب جزء كبير من المبنى وأيضا نهب بعض الممتلكات. وزارة الصناعة والهيئة العامة للمساحة كل هذه المباني تم الهجوم عليها وقصفها وتدميرها وأيضا نهب ما فيها. ومدرسة الرماح أيضا اللي الأستاذ يحيى بتحدث عن الطالبة تلاحظوا المسافة الموجودة بين منزل الشيخ عبد الله وبين هذه المؤسسات بل أيضا تجاوز الأمر إلى مسجد رابعة في باتجاه المركزي هذه وزارة الداخلية و